عندنا شوية مشاكل، وطبعا يعني إلى حد ما قدرنا إن احنا نستعيد، يعني هنحاول نتواصل معاكم من خلال التليفونات يعني بشكل برضو كده مش كامل، لكن صلونا إن شاء الله نقدر نكون معانا الاتصالات بشكل كامل. احنا النهاردة برضو بنحاول نتواصل مع يعني كذا وقعة، في كذا وقعة الحقيقة حصلوا، فعندنا اعتداء على أسرة قبطية في بني مزار، عندنا اختفاء لخليل رزق، عندنا برضو راجي كان بعت لنا عن اعتداء على والده بالضرب من فتاة، وانه للأسف الشديد انه والده توفى بسبب يعني القصة دي. الحقيقة فلو لو ابتدينا بالموضوع الخاص باستغاثة الأستاذ روجي، وهو شاب طبعا ابن الأستاذ كرم اللي توفى، بنعزيهم. الحقيقة كتب على صفحته الأستاذ راجي كرم، كتب وبيقول: نداء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نداء لوزارة السياحة، نداء للنائب العام، نداء لنقابة السائقين السياحية. في يوم الجمعة الموافق 8/11/2019، السائق كرم إبراهيم عطلة البالغ من العمر 64 سنة كان رايح لعمله في أحد فنادق المريوطية الصبح، وأثناء السير لعمله إحدى الفتيات اللي لا يتجاوز عمرها 30 سنة صدمت سيارته من الخلف. وبعدين بعد كده تقريبا يعني في بعض الكلام كان بيتقال ان هم تقريبا يعني وقف لها، وبعدين لقى ان الدنيا المشكله عنده هو، يعني هي اللي خبطته من ورا، ففي النهايه خلاص مشي وكده. هي بقى للاسف الشديد ان هي قامت بتتبعه وقطعت عليه الطريق، وفي نفس الوقت طبعا يعني هو الفكره ان هو مش عايز يتاخر على شغله، ولقى انه خلاص وهو اللي استعوض ربنا استعوض ربنا في اللي حصل عنده. معلش نحاول نتصل براجي يا جماعه، لانه المفترض ان هو منتظر الاتصال. فاللي حصل طبعا انه بيكمل راجي وبيقول انه هي بقى مشيت وراه وجريت وقطعت الطريق عليه، وبالعرض كده وقفت قدام عربيته، وهي عربيتها نيسان وازازها اسود، اجبرته على الوقوف، نزلت من عربيتها وقامت بقى بلكمه وضربه وهو قاعد جوه العربيه. ولما نزل اكملت عليه، يعني فضلت تضرب فيه لغايه ما الاستاذ كرم توفى دون ان يرفع يده عليها. طبعا لما ابنه عرف راجي بالواقعه راح للمستشفى، ويعني طبعا لما راح للمستشفى عرف ان هو توفى خلاص للاسف يعني، وراح للاسم عشان يشوف ايه اللي حصل، فلقى في الاسم في ناس بتهدده بتقول له تنازل لانك انت مش هتعرف تاخد حقك، مش هتعرف تقف قدام البنت دي واسرتها عشان ليهم نفوس. ولكن الحقيقه سمع بعض الشهود اللي كان بيتكلموا، ولقى ان في تدخل من وكيل نيابه محترم، وكان وكيل النيابه ده نزل لمكان الحادث وشاف اللي حصل عن طريق الكاميرات اللي بتثبت حق والده وحق راجي ان هو ياخد حق والده الحقيقه، فانه شاف ان هو ما تعرضش ليها اطلاقا، وان البنت اللي فضلت تضرب فيه، وده الواحد مستغرب جدا ازاي بنت 30 سنه تضرب راجل 64 سنه لغايه ما يتوفى، يعني حاجه ولا في الخيال بجد ان الواحد يسمع عن حاجه زي كده. نخوه فين؟ انه قد والدها، انه ايه كل ده؟ مفيش. طبعا هو عمل محضر راجي، المحضر رقم 65746 اسم الهرم، وللاسف خرجت بعد 4 ايام من الواقعه. هو بيتساءل راجي، هل هي فعلا بنت مستشار، ولا بتعمل في السفاره، ولا من مين تكون محميه؟ يعني مين اللي حاميها؟ ازاي تخرج بعد 4 ايام من الحبس؟ اين القانون من هذه الاحداث؟ كيف يحدث كل هذا دون حساب او عقاب؟ هل نحن في عالم الغاب؟ كيف لبنت مثلها ان تتعدي على رجل في سن والدها حتى موته؟ اين حقوق الانسان من هذا؟ اين الاخلاق؟ اين احترام الكبير؟ بيقول راجي: والدي كان رجل بمعنى الكلمة، كان رجل بسيط بيعمل حتى آخر لحظة في عمره عشان ما يمدش إيده لحد أو ياخد فلوس من حد، كان رجل مشهود ليه بالاحترام والأخلاق والنزاهة. أين حق المواطن؟ هل الغلبان ليس لديه حقوق أمام النفوذ والسلطة؟ راجي بيطالب بحق والده الأستاذ كرم من جميع الجهات المسؤولة، وطالب بحق أبي الرجل المحترم اللي كان بيبحث عن لقمة عيشه حتى آخر لحظة في عمره. أنا لا أريد شيء سوى المطالبة بحقه وتفعيل القانون على الجميع، ولا يكون أحد فوق القانون.
وطالب بالتحفظ على الفتاة منعها من الهرب حتى يعود حق والدي، الحق اللي سلبته هي، حقه في العيش والكرامة، نحن نريد حقه وكرامته وتطبيق العدالة على الجميع وألا يكون أحد فوق القانون. نطالب من الجميع الدعاء له ومشاركة المنشور للمساعدة في رجوع حقه. راجي كرم، احنا بنقدم ليه التعازي، موقف مأساوي بكل المقاييس. احنا لغاية دلوقتي بنحاول نتواصل معاه، لكن لو جه معانا في وقت يعني مش عارفين بصراحة ايه اللي حاصل، هل مش قادرين نوصل بالتليفونات ولا ايه اللي بيحصل. لكن الحقيقة انا قريت لكم القصة زي ما كان راجي كاتبها على صفحته وعرضنا على حضراتكم الصور. انا سألته هل معاك محامي، هل محتاج محامي، قال لي معايا محامي، وطبعا احنا هنتابع معاه. وحتى لو ما كانش يعني قدرنا ان هو يكون معانا النهاردة، هنحاول نكلمه في الحلقة الجاية ونعرف وصلوا لغاية فين وإيه اللي خلاهم خرجوها بعد 4 أيام. وكل دي أسئلة كنا هنطرحها الحقيقة على راجي، وبنقول له أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، افضل طالب حقك. راجي معنا؟ لا، ابنه الكبير يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ راجي، أهلا بيك، تعزيات السماء وربنا يعزي حضرتك والأسرة كلها. ربنا يخليكي، بس أنا عايز أوضح لحضرتك نقطة. بس أنا فادي، أنا فادي ابنه الكبير. أهلا بيك يا فادي، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. طيب قول لي يا فادي، أنا لما سألت راجي الحقيقة عن محامي قال لي إن عنده معاكم محامي، قول لي طيب وصلتوا لإيه مع المحامي؟ إيه إزاي لما تسألتوا إن هي خرجت بعد 4 أيام بعد اللي عملته ده، كان إيه السبب؟ يعني خرجت على أساس إيه؟ ده مش قتل خطأ يعني، ده هي اللي ضربته لغاية ما توفى. والله يا فندم هو قال لي النيابة صنفتها يعني ان في زي الحالات دي ممكن اللي هي تطلع بتقدم ورق اللي هي تعبانة او فيها حاجة او بضمان شغلها، فده اجراء قانوني يعني اللي هو، بس هو كان مستغرب لرقم الكفالة يعني، حتى لو في كفالة ما بتبقاش صغيره كده، المبلغ بيبقى صغير يعني. لا هو احنا ما كانش مكتوب الحقيقة راجي، ما كانش هي طلعت بكفالة قد ايه؟ 3000 بس. 3000، لكن هي الفكرة ان على ذمة القضية، بس اللي اتقال انه يعني واضح طبعا طالما ليها نفوذ. عرفتوا طيب دلوقتي النفوذ ده جاي عن طريق ايه؟ ليه في الاول اول ما راح راجل الاسم وقالوا له اتنازل انت مش هتعرف تاخد حقك؟ لا يا فندم، انا اللي كنت موجود للاسف في الواقع حضرها من اولها يعني كله. راجي اخويا كان بره وانا اللي حاضر الواقعه من اول لما كنت معاهم في الاسم يعني. هو مبدئيا في الاسم كان معاه حوالي 3 محامين. يعني على طول اللي هم جريوا المحامين اتصلت بقى وجريوا عليها. تمام، حضروا معاها يعتبر هم اللي عملوا المحضر بتاعهم هناك يعني. ايوه في الاسم. فانا لما جيت قالوا لي دي بنت وكده وتنازل عشان بابا يخش في مسألة تشريح وكده وعايزين نخلص الموضوع عشان تلحق تدفن وتخلص نفسك يعني. فالمهم أنا ما خدتش بكلام حد، أنا فضلت واقف كده. تمام، طبعا كان الموقف صعب عليا وما كنتش عارف أفكر لغاية ما قابلت الشاهد. أنت عندك كام سنة يا فادي؟ أنا عندي 34 سنة يا فندم. طيب تمام، ففضلت وقفت لغاية ما قابلت شاهد بالشهود اللي كانوا على الواقع. في واحد شاهد كان معاهم من الساعة 9 الصبح قعد معاهم ل9 بالليل. يعني الشاهد ده بصراحة برضك تعب جدا يعني. يعني ربنا يباركه بجد. بجد يعني اللي هو حتى الناس كانت عمالة تتريق عليه وتقول له عشان ما تبقاش تحكي حاجة تاني، وهو كان مصمم. بس فسألته ايه اللي حصل يا حبيبي، اللي غير بابا وكده، قال لي والدك حصل اللي هو اللي كاتبه راجي اللي هو انه يعني اتخبط من ورا وراحت هي جت واعترضت الطريق وفضلت تضرب فيه. الضرب بقى هل هي يعني لعبه كاراتيه مصارعه يعني ازاي تضرب راجل كبير الضرب ده اللي يؤدي الى وفاته؟ في فيديو وكيل النيابه نفسه يعني وكيل النيابه راجل محترم بصراحه، دخل المكتب خدني معاه ووراني الفيديو. تمام، باين فيه طبعا اللي هي حاولت تستوقفه مره لان هو راكب عربيه سياحه اللي هي التويوتا الكوستر، فالعربيه كبيره. تمام، اول مره جت توقفه وش عربيتها جه عند في جنب عربيته، فما عرفتش توقفه، هو خد يمينه ومشي كمل. تمام،
حضرتك راحت جايه وعملت حرف تي قدامه في الشارع، يعني وقفت بعرض الشارع، وراحت اول ما نزلت راحت نزلت ضربته. تمام. بعد كده الشاهد بقى، لان الفيديو ما كانش جايب حته كبيره، هو جايب عمليه المطارده تمام واول الضرب يعني. الشاهد بقى قال لي اللي هو حاول نزل بعد كده يتكلم معاها ويدافع عن نفسه، لكنها هي ما فضلت مصرة اللي هي تضرب فيها. طبعا كان جه امين الشرطه بتاع اللي هو استوقفهم اصلا لما لقى الدنيا زحمه. تمام. راح قال لهم تعالوا اركنوا على جنب يا دوبك. راح بس كده عند العربيه كان بيطلع التليفون بتاعه، قال لي باباك طلع التليفون ووقع، يعني ما حتى ما لحقش يعمل المكالمه يا ربي. اللي هو كان هيعملها، وقع في الشارع. طبعا الناس جايب بيه بتاكس على مستشفى الهرم. طبعا هو كان خلاص يعني السر لله طلع، بس وتعذبنا بقى في قصة المشرحة والوقت والكلام ده طب كله. هل سبب الوفاة هنا كده مكتوب ايه يعني؟ لا لسه تقرير الطب الشرعي ما طلعش تمام، للأسف. لكن تقرير ما فيش الطب سبب الشرعي مبدئي، لكن يعني بيطلع هل مش مفروض أو بيكون في التقرير حاجة مبدئية كده عشان في تصريح الدف؟ بتاع الصحة يا فندم اه جه الأول وكشف تمام، وقال لهم اللي هو فيه كدمات في جنبه الايسر، في وجهه الايسر، وهو يعني في سبب زعل او حاجه ضايقته اللي هو سبب الوفاه. اه يعني هو بس في النهاية طبعا يعني كراجل وبنت بتقف تضربه بهذا الشكل، طبعا اعتقد انها كانت طبعا فارقة نفسيا جدا طبعا معاه، اكيد طبعا طبعا اكيد. طبعا 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 حضرتك يعني انت حاسه بالموضوع يعني. بس فعلا هو، وكان هو حضرتك مريض سكر كمان وضغط، يا بقى له 10 سنين مريض سكر وضغط يعني. تمام. طيب حاليا بس بقى المفترض انه يعني انتوا ما عرفتوش هي بنت مين يعني في مصر ولا ايه النفوذ ولا الكلام ده كله، لكن لا هل صدقني انا على بال، انا بالليل في النيابه وانا في النيابه كان بقوا مثلا 3 محامين بقى وشوية بدل بقى شوية حلوين يعني، شوية بدل ده شوية حلوين يعني، كانوا في النيابة يعني. لدرجة اللي هم كانوا كتير قوي معاها بالليل على الساعة 7، كانت هي بقى بدأت وشها يبان عليه القلق شوية لما خدت ال4 أيام وبدأوا يجيبوها من القسم. تمام. بدأ، لكن الأول قالوا في المستشفى اللي هي جت وكانت بتضحك لما كانت في المستشفى، ولما عرفت اللي هو توفى عوايد كمان نفسيها في المستشفى قدام مدير امن المستشفى يعني، يا نهار عملت أبيض، اصابات في ايديها. عشان تقول إن هو يعني كان تمام. عدى عليها واتحرش بيها. بس انتوا كده المحامي اللي معاكوا هل مطمنكم ان حقكم هيجي ان شاء الله، وخصوصا انه في وكيل نيابة محترم لا وانه في لا كاميرات لا وان في شاهد لا لا عيان؟ لا 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 لا، قال لنا برضك في حاجات كتير ممكن يتلاقي فيها يعني، يعني قال لنا تقرير الطب الشرعي ويعني مش مطمنا يعني، بيقول لي القانون في ليه ألعابه يعني زي ما بيقولوا يعني. طيب عموما احنا طبعا يعني زي ما بنقول زي ما قلت من شويه، لا يدي حق وراء مطالب، افضلوا طالبوا بحقكم. اللي انت عملته كان صح جدا، طبعا ان انت ما طبعا تستجبش لاي حاجات يقول لك مش عارف تنازل انت مش قدها، الكلام ده كله احنا بربنا اكبر من اقوى من اي حد ليه نفوذ، وفي نفس الوقت انتوا ليكوا حق الحقيقه، ويعني يعني تابع يعني معانا. احنا شكرا قوي لتضامنكم معانا بجد. وفي برضك كذا قناه تانية، بس في صوره برضك عايزه انوه عليها من خلال حضرتك، في صوره بتتنشر لبنت على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقع، لا مش هي دي البنت خالص يعني، عشان ما حدش طيب برضك احنا طبعا يقول فضلنا برضو احنا مش هنيجي ولا قلنا اسمها هو ولا هنتكلم عنها، القانون هياخد مجراه ان شاء الله. اه لو محتاجين برضو اي دعم باي شكل كلمونا، الحاجة المهمة ان طبعا كل الناس هتصلي ربنا يعزيكم كأسرة عموما، وفي نفس الوقت يا تابع رب. معايا ارجوك يا فادي وبلغنا باي جديد، وبرضو المشكلة هنتابع حضرتك معاكم جاهز، ونتمنى يا رب نتمنى من كل قلوبنا ان ربنا تاخدوا حقكم عشان ما تحصلش حاجة زي كده، وللأسف الاخلاق يعني بقت يعني بجد في الحضيض صدقيني ان احنا صدقيني ده
64 سنة، وكان هو اللي باعه لوالدتي. يعني انتوا يعني كام كان يقول الأسرة، يعني كام أخ وأخت؟ والدتي واحنا 3 متزوجين الحمد لله، يعني هو جوزنا وكبرنا الحمد لله، ربنا يا رب يعني يريح روحه. تمام، بس والدتي هو اللي كان بيعولها، يعني طب 64 سنة ولسه بيشتغل، طلع من المعاش أصلا وهو لسه بيشتغل كده من باليومية يعتبر يعني. زائد طبعا ربنا يكون معاها، وانا عارفه ان انتوا اكيد طبعا يعني هتكونوا حواليها، طبعا طبعا يعني اصعب اصعب طبعا احساسها هي، لكن ربنا هيدي العزاء ان شاء الله. تابع معانا سواء حضرتك او راجي، وربنا يا رب يعزيكم ويعزي والدتك، وان شاء الله يا رب تبلغنا بانه يعني تم القصاص من هذه يا الفتاه. ريت بس تكونوا معانا متابعينا عشان ما يحصلش أي تضليل في الموضوع أو ما لا خالص، يحصلش احنا أي ما نشرناش الصورة ولا يعني احنا اخدنا المعلومات منكم انتوا، وهنكمل معاكم، واي معلومات انتوا اللي هتدوها لنا هي دي اللي هننشرها او ربنا هنتابع معاكم من يخليك، خلالكم. هيكون موجود إن شاء الله. المحضر هيبان فيه كحياة النيابة لسه ما خلصتش، وهيبان كل حاجة يعني. بإذن الله ولسه حقكم يرجع، وبإذن الله ربنا يا يعني رب يا يعزيكم رب ويعزي والدتك ويديها الصبر يا رب والسلام. أشكرك جدا ربنا يا فادي، وربنا يكون ربنا معاكم. يخليك. دي كان أول موضوع معانا الحقيقة النهاردة، وزي ما قلنا لحضراتكم ان احنا بنشكر ربنا ان احنا بدأنا نقدر نتواصل مع هذه الحالات والاستغاثات عشان نقدر نوصل صوتكم للدنيا كلها، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا كلنا مع بعض نصلي من اجل الامور دي. معانا الواقعة التانية بقى.